السلام عليكم وحياكم في قناة قصي جيمز. في هذا الفيديو رايحين نوضح تسليح طائرة الـ F-18 هورنت الـ 18 لمحاكي الطيران كارير لاندنج اتش دي. اليوم رايحين نحكي عن الصاروخ M9X سايد ويندر انفريد شورت رينج ميسل، الصواريخ الموجهة حراريا قصيرة المدى. تمام شباب، المعلومات اللي رايح نحكيها اليوم هي موجودة في المحاكي، فبعد ما تفتح معك الصفحة الأولى تضغط على هيلب الموجود في أسفل الصفحة، ثم تتوجه للصفحة اللي بعدها، ومن ثم تجد التعليمات الخاصة بالأسلحة. ثاني خيار هو الـ Infrared Missile Instructions اللي بيحكي عن الصواريخ الحرارية، بس تضغط على الـ Infrared Missile Instructions اللي هي تعليمات، راح تبين معك في معلومات كثيرة، وأنا رايح أحكيها بشكل مختصر ونأخذ المفيد منها. أصدقائي خلينا ننتبه شوية على الشرح، راح يكون بشكل مبسط. بعدها بإذن الله راح تلاحظ أن الأمور كثير سهلة، وأنك قادر على استخدام مختلف أنواع الأسلحة والرادار لطائرة الـ F-18 هورنت. نقول بسم الله، وبعدها كما هو بالصورة. الصاروخ الحراري مزود في مقدمة رأسه بكاميرا قادرة على التقاط الصورة الحرارية لأي هدف، ولكن عليها تحديدات في البحث والمتابعة، بعضها يصل إلى 60 درجة، والنوع الآخر 90 درجة شمال ويمين بحث ومتابعة. والباحث الحراري الأفضل قادر على التقاط الهدف في مجال رؤية أوسع. والآن نبلش بالمصطلحات الضرورية لمهمتنا اليوم. كيج وأن كيج، وهان دخلنا بصلب الموضوع، هاي راح تستخدمها قبل إطلاق الصاروخ الحراري. الآن نبي نعرف وش هو الكيج والأن كيج، وكيف نقدر نتحول من الكيج للأن كيج. طيب، الكيج باللغة العربية هو القفص، والأنكيج خارج القفص. الصاروخ الحراري لما يكون مثبت على جناح الطائرة له وضعيتين، الوضعية الأولى هو الكيج يعني كأنه داخل قفص، والأنكيج خارج القفص. الصورة في الأعلى بتوضح الكيج مود، وفي الأسفل بتوضح أنكيج مود. بحالة الإطلاق تقدر تطلق على أي وضعية أنت تختارها، أفضل الإطلاق على وضعية الأنكيج مود. طيب، ليش يفضل إطلاق الصاروخ على وضعية الأنكيج مود؟ أولا، بالكيج مود أنت بحاجة إلى المحافظة على مقدمة الطائرة بدون مناورة باتجاه الهدف. الكيج مود تعمل على تحديد قدرة الرأس الحراري الباحث على ملاحقة وتتبع الهدف إذا غير مكانه، يعني الصاروخ لا يستطيع تتبع الهدف. لكن بوضعية الأنكيج مود فالرأس الحراري الباحث له مجال رؤية أوسع، قادر على التقاط الأهداف الحرارية المتحركة يمين أو شمال طائرتك، وعمل اللوكن أي الإقفال عليها ضمن مسافة 5 ميل جوي دون الحاجة لتوجيه مقدمة طائرتك باتجاه الهدف كما هو بالشكل أسفل يسار الصورة، وإن شاء الله الأمور تكون واضحة لغاية هاي النقطة. يا غاليين، هاي القناة بتقدم المعلومة الثقافية والتقنية الخاصة بموضوع الفيديو، بالإضافة إلى المتعة الهادفة من التدريب على محاكي الطيران. لذلك إذا أعجبك الفيديو يرجى دعمنا باشتراك وإعجاب ومشاركة هذا الفيديو. حلو جدا شباب، الآن بعد ما أنهينا بنجاح متطلبات المادة النظرية لاستخدام الصواريخ الموجهة حراريا، نتوجه بعدها إلى التدريب العملي. ممتاز، والآن بعد ما حملنا اللعبة وجاءتنا هاي الصفحة، ندخل من أسفل يسار الشاشة نضغط على Free Flight، بعدها نذهب إلى الصفحة التي تليها ومنها نختار طائرة الفا 18، ثم ندخل عليها من الإعدادات، بعد ذلك نختار الشكل الذي نريده الليفري يعني خاص بالطائرة، ومن ثم تختار لون طائرتك المميز من هذه الأشكال. ونجي للخطوة اللي بعدها وهي اللود اوت اللي تعني حمولة التسليح، وبعدها بتظهر عندنا المربعات الفارغة نضغط عليها حتى نقدر نحمل الصواريخ الحرارية، بنختار منها الM9X وزي ما هو واضح بالشاشة. شباب، في جهاز رائع بنستخدمه في الصواريخ الحرارية وضروري جدا نتطرق له، اللي هو الجيمكس الجوينت هيلمت ماونتين كونك سيستم، وهي نظام التوجيه من الخوذة، هاي راح نحتاجها بالأنكيج مود، ونشغلها.
بعديها بنضغط دن وبنرجع للصفحة اللي قبلها. في أسفل الصفحة من تحت في سباون سينجل درون، هاي بنحتاجها حتى يكون في طيارة بالجو للتدريب عليها، برضو بنشغلها. في شغلة بدي أنوه إلها، إنه من اللود أوت تقدر تضيف فيول تانكس، يعني خزانة وقدرة الطائرة، لكن ما في داعي. من هون نقدر إحنا نزيد الأماونت أو كمية الوقود المطلوبة حتى نقدر نكمل المهمة. كيف بدنا نشوف الطائرة اللي بدنا نرمي عليها الصواريخ؟ تعال معي أقول لك كيف. من أعلى يسار الصفحة بنضغط على الإكس ونغلق هاي، وبنروح على الصفحة اللي بعديها وندخل على السيتنج. أسفل الصفحة من تحت في شو ليبل، بنشغلها حتى نقدر نشوف الطائرة بالجو. وبعديها نغلق الصفحة من الإكس ونتوجه إلى فري فلايت. بعد فري فلايت رايحين نختار نفس الطائرة اللي احنا عملنا لها سيت اب، عددناها هي طائرة 2018، بعدين فلاي، ومن ثم نتوجه لصفحة التحميل. والآن في يا كباتن سؤال جميل ورائع وجدير بالاهتمام، واللي هو في اللحظة التي تلي إطلاق الصاروخ الحراري، ما هي الوضعية التي يكون عليها الصاروخ؟ ياريت اللي يعرفها يكتبها بالتعليقات إذا سمحتم. نقول بسم الله ونبلش. رايح أبدأ الرحلة من الجو واختار Airport Initial. انتبهوا معي شباب خطوة بخطوة. رايح أفعل أنظمة الرادار بالضغط على FCR اللي هي Function Control Radar. بعدها راح يظهر لنا مجموعة أنظمة الرادار. احنا بدنا نشتغل على GAC. رادار GAC هو نظام قصير المدى مناسب للصواريخ الحرارية قصيرة المدى. هاي GAC شغلناها الآن. راح يظهر لنا على الهيد اب ديسبلاي الهود دائرة كبيرة منقطة دوت سيركل. بعديها راح نشغل نظام الأسلحة الارم، اختار M9X، وبعدها راح تسمع تون صوت عالي أكد لك انك اخترت M9X او M9. ومن هاي الأسهم تقدر تختار الأسلحة اللي انت عملت لها لود اوت على الطائرة. الآن تلاحظوا معاي الدوت سيركل الموجودة أمامنا على الهود، وفي عندنا الآن هدف موجود على شمال أعلى الشاشة. خلينا الآن نتوجه عليه، نزيد السرعة شوي. نخلي الهدف أمام مقدمة الطائرة. شباب المسافة الآن بيننا وبين الهدف تقريباً 12.5 ميل جوي. بالمناسبة الصاروخ الحراري الآن على وضعية الكيج مود. عندما يقوم الصاروخ الحراري بعمل اللوكن أي الإخفال على الهدف على التارجت، راح يتغير التون وراح تسمع تون ثاني سوفت، يعني أنعم شوي من الصوت الأول. جميل جدا شباب. احنا شرحنا بالتدريب النظري إذا كان الصاروخ على وضعية الكيج مود وتغير مكان الهدف أمامه لا يستطيع الصاروخ متابعة الهدف. لاحظنا التون الآن أنها تغيرت من الصوت الناعم إلى الصوت الخشن، أي أن الصاروخ الحراري فقد اللوكن على التارجت. طبعا حركة مقدمة الطائرة والابتعاد عن الهدف أو أن الهدف بنفسه غير مكانه من أمام الصاروخ. ممتاز الآن شباب. طيب يا كباتن الآن كيف بدنا نتحول من الكيج مود للأنكيج مود؟ لاحظ عندي من السيركل الخاصة بالبدلز نسحبها إلى أعلى، نتحول إلى الأنكيج مود. دائرة الصاروخ انتقلت من أعلى الهود إلى وسط الهود. لاحظ عندي الآن يا كابتن راح نناور مقدمة الطائرة إلى جهة الشمال، ولا زال الصاروخ بوضعية الأنكيج مود وعامل لوكن على التارجت أي إقفال على الهدف. ممتاز جدا. الآن كيف بدنا نتحول من الأنكيج مود إلى الكيج مود؟ نفس الحركة اللي عملناها من قبل، نسحب إلى أعلى سيركل تحت البدل، وبعدها نتحول من الأنكيج مود للكيج مود. والآن الصاروخ على وضعية الكيج مود ونظام الرادار على الجي آك. ننتظر لما تكون مسافة الهدف 5 ميل جوي فأقل، راح تظهر إن دائرة مع مربع، وهيك بكون
الصاروخ جاهز للإطلاق. بنقول فوكس 2 باندت. ومن البادلوك تقدر تعمل زوم إن لصورة الهدف وتتابعه، تكبير لصورة الهدف، وكأنك بتنظر من الجمكس اللي شرحناها، هي الخوذ المشتركة اللي بتعرض أنظمة الطائرة والتسليح اللي عليها. إكسلنت شباب، تارجت سبلاشت، تم تدمير الهدف. ملاحظين يا كباتن كيف نقدر نعمل زوم عن طريق البادلوك؟ أوكي، الآن نتوجه إلى الجزء الثاني من المهمة، الصاروخ الحراري بوضعية الأنكيج مود بالاستعانة بالجمكس الخوذ المشتركة لعرض المعلومات على الطائرة، وبعمل ريستارت للرحلة وبأخذ الطائرة من ايربورت انيشال، وحتى أقدر أتخلص من الأوتو ثروتل في أعلى يسار الشاشة بضغط، وبتحول من الأوتو إلى المانيول، وبزيد السرعة عن طريق شمال الثروتل الموجودة على الشمال. ممتاز شباب، والآن بنشغل نظام الجي آك. من الآرم التسليح نختار الصواريخ الحرارية، موجود لدينا هدف على جهة الشمال ضمن المسافة المطلوبة. نتحول من الكيج مود إلى الأنكيج مود عن طريق الجي آكس، بس بعمل عليه لوكون فوكس 2 باندت. وباندت سبلاشت، تم تدمير الهدف. يا هلا يا هلا يا هلا، حنا سيف شباب، حنا سيف الحمد لله. بصراحة شباب بقدر أأكد على معلومة بأنه هذا المحاكي يمتاز بهايلي جرافيكس ديتيل ديزاين اند ايروداينامكس بيرفورمانس فور ايربلينز، يعني أنه يمتاز بجودة عالية للصورة وكذلك واقعية المناورة وحركة الطائرة والتسليح. حسب وجهة نظري أنا بعتبره من أفضل المحاكيات للجوال لغاية هذه اللحظة. جميل جدا، الآن في هدف موجود على جهة اليمين، بريكنج رايت كوميتنج باندت، وباستخدام الخوذ المشتركة اللي هي الجامكس رايحين نعمل عليه لوكن للرايت سايد، تحويل للأنكيج مود، والآن الهدف ضمن المسافة المطلوبة. فوكس 2 باندت تايمز 3. جميل جدا شباب، باندت سبلاشت، تم تدمير الهدف الثالث باستخدام الصاروخ الحراري M9X سايد ويندر، وكذلك باستخدام الجمكس الخوذ المشترك لعرض المعلومات على وضعية رادار الجي اك. وهيك شباب نكون انهينا التدريب النظري والتدريب العملي لهذا الجزء من الفيديو توتوريال، وانتظرونا ان شاء الله في توتوريالز قادمة عن باقي أنظمة التسليح وأنظمة الرادار لطائرة الفا 18 لمحقق الطيران كارير لاند HD.